ما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الله يعلم متقلبكم ومثواكم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله تطمئن القلوب الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون اللهم إنا نسألك حياة طيبة ونفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم إنا نسألك السعادة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم حاجاتنا فاقضها اللهم يا من رفع السماء بلا عمد اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وضمته الصراط وزلته يوم القيامة وكربته اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم إنا دعوناك طالبين ورجوناك راغبين فلا تجعلنا محرومين برحمتك يا أرحم الراحمين
وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.